احتضنت قاعة المفوضية العامة للكشاف والمرشدات في العاصمة طرابلس حفل ختام ندوة هيلين نستور العالمية بمشاركة 10 دول حول العالم، والتي انطلقت في 30 يناير الماضية واختتمت في 6 فبراير بمشاركة المرشدات حول العالم لمناقشة مشاكل مجتمعاتهن وبحث كيفية تغييرها. شاركنا فيها بعض الأفكار وشاركنا فيها الدروس مع بلدان أخرى. مشاركاتنا كانت تقتصر على عدة كورسات، هي الهيلين ستور نفسها مدايرتها. شاركنا في عدة دروس، كانت الدروس من ضمنها تعلمنا على البيئة وعلى التنمية المستدامة، على الليدرشيب اللي هي القيادة، فن القيادة، أعطونا كيف إن نقدر نقود شيء معين. ليبيا كانت الدولة الوحيدة المشاركة في الشرق الأوسط، وشاركت فيها مفوضيتي طرابلس وبنغازي في بث مباشر مع باقي الدول والمقر الرئيس للندوة في سويسرا منذ عام 1986. طبعا بدأت الدورة من يوم 1 فبراير لعند يوم 6 فبراير لمدة 6 أيام متواصلة من الصبح للمساء. طبعا كان فيها محاضرات على القيادة الحديثة، على البيئة، على التغيير، كيف نغير نفسي ونمشي إلى الأفضل، كيف ندير برامج لخدمة المجتمع بحيث الخدمة البيئية. طبعا كان فيه كل محاضرة تتخذ ضروري أن يكون فيها حلقة نقاش على مستوى العالم. تعد مشاركة ليبيا الأولى من نوعها في ندوة دولية فتحت الباب أمام الدليلات والمرشدات رغم صغر سنهن للمشاركة على صعيد دولي، ورفع سقف طموحاتهن لأجل تغيير مجتمعهن للأفضل ليكن قائدات المستقبل.